الصدقة. الصدقة ما يعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى، لا على وجه المكرمة، أو هي العطية تبتغى بها المثوبة من الله تعالى. ويشمل هذا المعنى الزكاة وصدقة التطوع، وهي تستعمل بالمعنى اللغوي الشامل، فيقال للزكاة صدقة كما ورد في القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويقال للتطوع صدقة كما ورد في كلام الفقهاء، وأداء الصدقة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عليه من التوحيد والعبادات. والصدقة شكر لله تعالى على نعمه، وهي دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه، ولهذا سمي الصدقة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. والصدقة أنواع: صدقة مفروضة من جهة الشرع على الأموال وهي زكاة المال، وصدقة على الأبدان وهي زكاة الفطرة، وصدقة يفرضها الشخص على نفسه وهي الصدقة الواجبة بالنذر، والصدقات المفروضة حقا لله تعالى كالفدية والكفارة. أما حكم صدقة التطوع فقد قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جاء هذا الكلام في معرض الندب والتحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى على الفقراء والمحتاجين وفي سبيل الله بنصرة الدين. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحالفا عليهن، لا ينقص مال من صدقة، فتصدقوا، إلى آخر الحديث.